عليكم، أخوكم طلال العاصمي. جايبين اليوم واحدة من السيارات الصينية الكثيرة في الأسواق الخليجية، جي اي سي جي اس 8. زي ما أنتم شايفين السيارة تجي بشبكها الكروم الكبير متصل بالشمعات الـ LED وبالـ LED النهاري ولمبات LED تحت، تشتغل حسب وضعيتك في القيادة، تلف يمين تشتغل يمين، تلف يسار تشتغل يسار. خلفية السيارة تجي بشكمانين منفصلة، واحد يمين وواحد يسار، والاسطبات كل LED ثلاثية أبعاد. واللي لفتني إن هذا ستيل أصلي اللي هو الحامي الصدام. الصينيين داخلين صناعة السيارات بشكل قوي وملحوظ، وكلنا ملاحظين تقريبا في أسواقنا المحلية، خلنا نقول حوالي 20 براند سيارات صينية. أحد هالبراندات اللي معنا اليوم جي اي سي موتور. تأسست الشركة عام 2008، وهي أصلاً اللي كانت تصنع لميتسوبيشي والهوندا والفيات والكرايزلر والجيب. تخيل أنها جمعت كل هالخبرات اللي كانت تسويها لهالشركات وحطتها في سيارات اسم يمثلها هي. من ضمنها السيارات اللي هي تنتجها سيارة جي اس 8 اللي معانا اليوم، بنختبرها ونستعرضها معها. تجي السيارة بمحرك 4 سلندر تيربو، سعة 2 لتر، يعطينا 200 حصان على جير 6 تغييرات اوتوماتيك، بمعدل استهلاك اللتر الواحد يمشينا 12.2 كيلو. الرؤيه في السياره وانا قاعد اسوقها رايح للبر، الموتر يعطيك انطباع انه شرح مفتوح، وكل شيء كل شيء قاعد اشوفه واضح مع المرايات. وزن السياره 1900 كيلو، هذا وزن ما هو مثالي خلنا نقول، بس انه وزن جيد جدا للسيارات اللي في الفئه. ولا ننسى ان السياره تجي بثمان ايرباجات. الصينيين يوم صنعوا الجي اس 8 وطرحوه في اسواقنا الخليجيه، صانعينه بشكل انه كانه اس يو في، سياره فيها دبل، باخذها بطلع للبر انا اهلي انا واخوياي، سياره فيها 7 ركاب ودفع رباعي. وفي الاسواق الخليجيه الحاره اللي كلها نفود وبر، وحاطين لنا اكثر من وضعيه لوضعيات القياده، من ضمنها الرمال اللي هي النفود، من ضمنها طين، من ضمنها ثلج، بنجرب هالوضعيات. من الأنظمة الموجودة في جي اس 8 ذاكرة وضعيات المقاعد، مستخدمينها بثلاث وضعيات، تخزنها وتستخدمها في الوقت اللي يناسبك أو اللي أنت تحبه. وشاشة بحجم 10 إنش تدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، وكاميرات محيطية 360. النقاط العمياء عندهم كاميرا تطلع عندك على الشاشة، ما هي بلمبة تنور وتنبهك إن في سيارة ما أنت قاعد تشوفها، لا، هم تدق إشارة تطلع عندك في الشاشة. الفخامة اللي شفتها أنا في السيارة الخشب، مستمر معي هنا إلين المقاعد الخلفية بطريقة خط كذا بأسلوب جميل جدا. الكنتارة عند التكاية اليد، المقاعد تجي بجلد بلون أبيض، تبريد وتسخين المقاعد الأمامية وتسخين المقود، جلنط مثلا كهربائي. مساحات التخزين اللي في الأبواب أكبر من غيرها من السيارات بصراحة، غير مساحات التخزين اللي عندك هنا. تجي السيارة بشاحن لاسلكي، بالإضافة المنفذ USB، وورا فيه منفذ USB، وفيه الفيش اللي تستخدمه في البيت 220، وفيه منفذ خلف المقاعد الصف الثالث. الأزرار هي اختصارات للشاشة، وتحتها التحكم بالمكيف، وفيه تحكم في التكييف الخلفي للركاب في الخلف، وهنا أزرار التحكم في المرايات وزر نظام المنحدرات اللي بوجهة نظري المفروض أنه كان جنب الجير. الأزرار على يسار الدركسون هي التحكم في النظام الصوتي، وآخر زر هو تشغيل تسخين المقود، وعلى اليمين هي التحكم في مثبت السرعة والتحكم في الشاشة للمعلومات للسائق. تبدا اسعار الجي اس 8 من 88500 الى حوالي 100000 ريال، وتنافس هالفئه الفورد اكسبلور والنيسان باثفندر. اخوكم طلال العاصمي، سلام عليكم.